مرحبا المشاهدين، نشوف تي في الاوفياء مباشره من طريق الجديده الدار البيضاء. حادثه سير دراجه ناريه، دراجه ناريه كما كتشاهدوا المشاهدين الكرام، صاحب الدراجة النارية داو الإسعاف بسرعة. وحدو السبب هو السرعة مشاهدين الكرام، السرعة. كتشاهدوا مشاهدينا الكرام، دراجة نارية مع دراجة نارية تطحوا بيناتهم. صاحب الدراجة النارية الآخر اللي خداو في الإسعاف بسرعة. مشكورين الناس ديال الوقاية المدنية. هو اللي مقصح شوية صاحب الدراجة النارية الآخر، والسبب دائما هي السرعة مشاهدينا الكرام. الطوبيس واقف شد، درنا عرقاله الطوبيس على اليمن. الطوبيس الطوبيس كان ديال العرقاله. وواقف واحد مول الطاكسي اخر، حنا هربنا على الطاكسي، الدري جاي مكسيري بغا يفراني، ما لقى ما يفراني الموطور ديال الشينوا، الطروه ديال الشينوا. ما عنده ما تفراني، دخل فيا جرني معاه الدري، راه ما عرفنا واش حي ولا ميت. تشرون بيروس كيخاف شي كلشي عادي. هو كان قدام، هو كان جاي، انا بغيت نخو على الطوبيس باش نشد طريقي، هو جاي هابط من هنايا خو على الطوبيس دخل فيه. ما طرت شيرهم كيف راني هو. انت ما عندك باس؟ لا ما شوية، انا شوية رجليك ما يكون باس. الله يحفظك، يكون باس. كيف ما سمعتوا مشاهدينا الكرام، الشهادة ديال صاحب الدراجة النارية. وهذا صاحب الدراجة النارية الثاني خداو الإسعاف على وجه السرعة. كنشكروا الناس ديال الوقاية المدنية اللي كيديروا الخدمة ديالهم بسرعة. إذا مزيد من الحذر مشاهدينا الكرام، كنشكركم على المتابعة، وإلى مباشر لاحق إن شاء الله.